ونتحول الآن لتعرف على أهم أنباء الطقس. نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهاراً على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوباً. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 22، الصغرى 13، اسكندريه 22 14، مطروح 20 13، بورسعيد 21 11، اسماعيليه 23 10، وجوها معتدل بالنسبه للسويس 22 11، العريش 20 13، طابه 22 10، شرم الشيخ 25 15، الغردقه 24 14، وجوها ايضا معتدل بالنسبه لشرم الاقصر 24 9، اسوان 26 11، وادي الجديد 24 11، شلاتين 26 17، حلايب 23 16، وجوها ايضا معتدل. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه.